بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الشباب، صباح الإشراق والأمل. أبدأ بتحية سنية إلى سلطنة عمان، سلطانا عالما مثقفا، وحكومة سنية، وشعبا ودودا أبيا، مثمنا هذا المؤتمر واللقاء الكبير الذي ينم عن احتفاء بأدوار أهم شريحة من شرائح المجتمع لدينا، شريحة الشباب. وقد يظن كثيرون أن تناول موضوع الشباب أو ملامسته من الموضوعات الهينة اليسيرة سهلة الطرق والتناول، نظرا لما يكتنف هذه الموضوعات من ثراء معطياتها ومن غلبة القدرة على التفاكر في مدارها، ونظرا إلى أن الشباب هم الشريحة الأكثر استهدافا للتناول في موضوعاتهم من قبل الأجيال السابقة لهم، مع تنامي إشكالات اجتماعية تحاصر الشباب في عالم بات يشهد كثيرا من الافتئات على أدوارهم بدواعي مختلفة. لكن والحق يقال إن ذات الأسباب التي تبدي سهولة التناول هي الأسباب التي تدعو إلى المحاضرة في مقاربة موضوعات الشباب طرحا وتناولا. وأهم تلك الدواعي أن الشباب في استفادته من وسائل التواصل الاجتماعي باتوا أكثر حساسية في النظر إلى طرائق التفكير والطرح والتناول لقضاياهم، وتلك أولى السمات التي تميز جيل وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه الوسائل في حد ذاتها تشكل الوعي بذات القدر الذي تتصاعد أهميتها فيه وحدة في استعمالها. بهذا الفهم يحسن أن نستصحب الشباب دائما فيما يلي تطلعاتهم وتفضيلاتهم وأولوياتهم. فهم أولا يشكلون 60% من تعداد سكان المنطقتين العربية والإسلامية، وهي ذات النسبة في كثير من دول العالم. وثانيا إنهم الشريحة الأكثر استهدافا من قبل التيارات المختلفة في محاولة لاستقطاب حماسها وقدراتها. وثالثا لأن الشباب غدوا لا مستخدمين أساسيين فقط لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنما مساهمين ومؤثرين في تقنية هذه الوسائل وتطويرها واختراق أنظمتها كذلك. رابعا أن الشباب هم المشكلون الأساسيون لما يسمى بمجتمعات التوتر، ونعني بها المجتمعات اللاجئين والهجرة محفوفة المخاطر. فمن هذه المنطلقات جميعا تتشكل أهمية الحوار وحفز أدواره ومساراته وسط الشباب بالمفهوم الجمعي العام لفكرة الحوار، وبمعنى أخص فيما يتصل بإدراج الحوار وحفزه في وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطلق الرؤية المنهجية من أسئلة رئيسة تتضمن التساؤل حول: أولا، تقييم وسائل التواصل الاجتماعي كوسيط محايد في عملية الحوار، فإلى أي مدى يمكن ضمان حيادية تفضي إلى موضوعية في التناول؟ ثانيا، ضمان الاستخدام الأمثل للوسائط، فإنفاق الوقت في المفيد من الحوار والتواصل المتحضر هو العلاج المنقذ من الإدمان المستفحل لاستخدام غير مرشد لهذه الأجهزة والوسائط. ثالثا، التنبه إلى وسيط مهم داخل منظومة الوسائط نفسها، ونعني به عنصر اللغة المستخدمة. فالحوار بين الشباب يقتضي إحسانا للغة الأم، نعني بها اللغة العربية، وإتقانا على الأقل للغة واحدة من اللغات العالمية تسهم في إثراء التواصل مع المجتمعات الحضارية الأخرى. استنادا إلى ذلك، ترد نقطة مهمة حول موجبات الحوار بين الشباب في وسائل التواصل الحضاري، وأهمها أو التواصل الاجتماعي حقا، أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات تأثيرا حاكما لمسارات النشاط الاجتماعي، وأن وسائل التواصل الاجتماعي حققت طفرة في بلوغها من الأمصار والهجر والنجوع والبوادي ما لم تحققه وسائل التواصل الإعلامي الأخرى، أن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم من التطويرات ما يستهدف شريحة الشباب بذاتها قبل غيرهم، وذلك في تجديدات التطبيقات واختراع المزيد منها كل يوم، لا سيما
فيما يتصل بالبحث عن تفضيلات الوظائف والتخصصات والرغبات. إن هذه الحقائق تقول بأن الشباب هم الأولى بهذا المارد الاتصالي الكوني المعاصر وبتجلياته المتجددة. ووعيا بذلك، فإن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو تضع قضايا الشباب في صدارة اهتمامها، باستصحاب لمنطق الحكمة المشهورة التي تقول: إذا لم يتقدم الشباب لصياغة مستقبلهم فإن هنالك من يتربصون لصياغة ذلك المستقبل لهم. فالشباب هو المسؤول عن اختيار موقعه المناسب، وذلك يقتضي تمثلا حقيقيا لموضوعة الحوار، الحوار الذي يبني الثقة بين الشباب بأنهم الأحق بحق اختياراتهم، الحوار الذي ينظر إلى آثار السلوك العنيف في تدمير الأوطان وجلب الأجنبية إلى حوزة الخصوصية، الحوار الذي يبين عن سماحة ديننا واحتشاد منظومته الحضارية بمعاني وممارسات تؤكد حتمية بناء السلم والأمن وقيم التسامح، الحوار الذي يضع قضايا التنمية على سلم الأولويات ويطرح أبعادها على محمل التشاور والنقاش المثري لها، الحوار الذي يستهدف البنية العلمية بطرح تفاصيل وجودها والإبانة عن التفضيلات الذكية فيها والوظائف المتصلة بالغد على وجه الخصوص، والحوار الذي يصل الشباب في البلدان النامية مع رصفائهم من الشباب في البلدان الأقل نموا بما يفيد من مناهج إعانتهم بالتجارب والدعم والمساندة وفتح آفاق التلاقي بينهم على محمل التعاون. بهذا النظر عقدت منظمة الإسيسكو منتديات عديدة وورش عمل مكثفة تناولت موضوعات الشباب من وجهات شتى، وعلى وجه التحديد الوجهة المتصلة بوسائط التناول الاجتماعي. فكان هنالك منتدى بالشراكة مع جامعة مونتريال الكندية حول مختبرات الميتافيرس، وتضمن ورشة خاصة لتواصل الشباب. كان هنالك منتدى أيضا عقد لشأن التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ووكالات فضاء أخرى في شأن ممارسات الشباب وأنشطتهم المتصلة بعلوم الفضاء. وعقدت الإسيسكو كذلك منتدى وظائف الغد ليتسنى للشباب أن يقفوا على اختيارات تفضي بهم إلى وضع أيديهم على الوظائف والتخصصات الأمثل بالنسبة لهم. شكلت منظمة الإسيسكو منظومة سفراء الشباب، وهي منظومة ينتظر لها أن تبلغ 500 سفير في العام 2025، وهي منظومة تنشط في إدراج مقولات الشباب وقيم التسامح والاعتدال نأيا عن التطرف. تبنت المنظمة برنامج المهنيين الشباب، وهو برنامج قائم على مراكمة الخبرات المستصحبة لأبعاد قيمية في الحوار وفي التواصل بين الشباب وفي العمل الجاد المفضي إلى أن تنال شريحة الشباب مقامها الأسنى والأفضل بالنسبة لها. يستعد مركز الحوار الحضاري في منظمة الإسيسكو لإقامة مؤتمرين يتصلان بحوار الشباب في العام 2023 العام المقبل، أولهما حول المبادرات الشبابية الكبرى في التعايش والاتصال ونعد العدة له، والثاني حول أولويات الشباب في المجتمعات القاطنة من المسلمين خارج حدود العالم الإسلامي، وهو مؤتمر يتصل بإذكاء الرؤية حول أولويات هذه المنظومة التي تعيش في تلك الأقطار. وهذا المؤتمر الذكي الذي تنهض به اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم والتربية في سلطنة عمان ينم عن اختيار ذكي تضع منظمة الإسيسكو يدها مع اللجنة الوطنية في سلطنة عمان ومع الجهات المعنية بالثقافة فيها للمضي قدما في إدراج هذه الرؤى التي نحن على ثقة من أنها تمنح الشباب قدرهم، تفتح الأبواب والنوافذ مشرعة أمامهم، تعينهم في اختياراتهم وتواصل المضي معهم في تلمس اختياراتهم الأفضل.
ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر المفيض إلى اللجنة الوطنية في سلطنة عمان وإلى كل الذين يعينون على نهضة الشباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.